بسم عن الله الشك وكفى والصلاة بالسهو والسلام على المصطفى، لمناسبة فلا بينهما، يخرجنكم الشيطان الرجيم من وهي الهية. المناسبة شنو؟ نبانا إلى خطورة وهي أهل إبليس أن اللعينة الشك ما لنمي نتج من رؤى، إلا من لأنه هو السهو، بدأ بالعدم ومش أحد. لأنه سهى ضيع صار في فطريشه، مينا، ولما فعبر صار في عن مينا جبت المسبب عذر باسم أقبح من السبب. ذنبك، خلقت من طيب، نار وخلقت إذا من هذه أي القاعدة وراء هذا الأصلية، الكلام كيفاش اللي يعني يصل نار التعلوية يابط الأصلية اللي هي البناء على الأقل ساجد الأوراق عن المفروض لمن خلق الإنسان يبني على الأقل من للاستصحاب، طين وبعد للاستصحاب من ماء بعدم معين. الزائد. لا وهذا عقليا أنا من مش قابلها، موارد الخلاف هاتي مش قابلها، بيننا وربي أمرك وبين وأبيت غيرنا في هاك مش المذاهب تلعن الأخرى. وتخرج. غيرنا يسحق عندهم رب العالمين إذا من حصل المقام شك اللي كنت فيه في نعود عدد إن شاء الله. الركعات